مشاهدينا الكرام، الالتحاق بالكليه الجويه خاصه في اللياقه الطبيه ليه مواصفات خاصه جدا ودقيقه جدا. احنا انتقلنا من المجلس الطبي العام بالقوات المسلحه في الكليه الحربيه وانتقلنا هنا المجلس الطبي الجوي. هنتعرف مع السيد اللواء الطبيب محمد فاروق رئيس المجلس الطبي الجوي على الاشتراطات والمعايير التي تتوافر في طالب الكليه الجويه. صباح الخير سيد اللواء محمد وتحياتي يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. ربنا يخليك سيد اللواء محمد. عاوزين يعني نطمن اولياء الامور والطلبه الراغبين في الالتحاق بالكليه الجويه الاجراءات والمعايير اللي لازم تتوفر في طالب الكليه الجويه. اولا احنا عندنا قبول الكليه الجويه بيتم على ثلاث فئات. الفئه الاولى وهي فئه طالب لايق فئه الف ودوت بيبقى لايق مقاتلات. الفئه الثانيه لايق هليكوبتر، الفئه الثانيه لايق كجوي ارضي فقط. تمام. كل فئه من هذه الفئات لها معايير مختلفه عن الفئات الاخرى. تمام. الطالب بيتحولك من المجلس العسكري الطبي اللي في الكليه الحربيه لسيادتك هنا. تمام. الطلبه اللي بتجينا من الكليه الحربيه بتيجي على ثلاث اصناف. تمام. الصنف الاول اللي هو طالب لايق ومرشح، والطالب ده كشف في الكليه الحربيه في كوميسيون الطب العسكري. تمام. واجتاز كل الفحوصات والزملاء هناك شافوا ان هو ينفع يبقى طيار، فبيبتدي يتحول لنا وده اسمه طالب لايق ومرشح. كويس. الفئه الثانيه هي فئه الطالب الغير لايق حربيه ومحول الكليه الجويه. بمعنى يا فندم؟ بمعنى ان مقاييس الطول بالنسبه لي مختلف عن الحربيه. الحربيه بياخد حد قد 170 سنتي، انا الشاب اللي عندي قصير اللي هو طوله لغايه 158 سنتي، فالطالب الغير لايق التناسق عنده هناك كطول انا بقبله عندي هنا. تمام. فده اسمه طالب غير لايق حربيه ومحول الكليه الجويه. تمام. الفئه الثالثه هي فئه طالب اللي هو مرشح جويه فقط. هذا الطالب المجموع بتاعه اقل من الحد الادنى للقبول بالكليه الحربيه. تمام. وبيحول لينا عشان احنا عايزين قاعده اعرض شويه من الطلبه عشان اعرف اختار افضلهم صحيا. ده بالنسبه ده بيتحول اوتوماتيك ده جوي جويه ما كشفش في الحربيه خالص. طب. ده بيجي لنا احنا من الاول خالص. طب سيد اللواء محمد، بالنسبه للطالب المرشح يعني لائق ومرشح، تمام، لو ما كملش عندك هنا في الكمسون الطبي الجوي بيرجع للحربيه؟ بيرجع لايق حربيه ويبقى لائق حربيه. لايق حربيه عادي، مفيش اي مشكله. تمام. خالص. تمام. الطلبه لما بتجيلنا بتتقسم نصين. النصف. تمام. الاول اللي هو الطالب اللايق ومرشح ده كاشف الكشوفات الاكلينيكيه في الكليه الحربيه. تمام. لساتك العيادات هنا اللي بقى اللي بيتم عليها الكشف. الكشف الطالب اللي هو لايق ومرشح ده كشف العيادات الاكلينيكيه في الكليه الحربيه. تمام. وبناء عليه اول ما بيجي لي هنا اول حاجه بيخش عليها غرفه الضغط المنخفض. تمام. الطالب اللي هو جاي جويه فقط او غير لايق ومحول بيبتدي يكشف اكلينيكيا الاول. تمام. بيكشف رمد وانف واذن واسنان وجراحه طبعاً وجلديه كل الفحوصات. اللي بيعدي من هذه الفحوصات بيروح داخل غرفه الضغط. اذا الطالب اللايق ومرشح هنا بيلتقي مع الجويه فقط والغير لايق ومحول في غرفه الضغط. بالظبط. غرفه الضغط ديت بتبقى بنرتفع الى مستوى 10000 قدم عشان نشوف تاثير انخفاض الضغط الجوي على الطالب. تمام. اول ما الطالب بيخرج من غرفه الضغط بيتكشف عليه بواسطه اخصائي الانف واذن. كويس. وبعديها بيروح لو هو لايق ومفيش اي مشكله ما حصلوش التهاب باروترومي في ودانه بيبتدي يروح على اشعه الجيوب الانفيه، بيعمل اشعه على الجيوب الانفيه عشان نطمن ان ما حصلش التهاب باروترومي في الجيوب الانفيه بتاعته. تمام. الطلبه اللي خلصت واجتازت المرحله بتاعه غرفه الضغط المنخفض تبتدي تتقسم بعد ده اليوم الاولاني مش كده؟ ده اليوم الاولاني. تمام. نبتدي بقى من اليوم الثاني يبتدي الطلبه اللي عدت الفحوصات ديت تبتدي تتقسم، جزء منهم بيروح يكشف قاع عين، جزء منهم. كويس. بيكشف موجات صوتيه على القلب. قلب. جزء بيعمل اشعه سينيه على الفقرات. ده اليوم الثاني. ده في اليوم الثاني. والطالب اللي بينجح من هنا يكمل العيادتين الثانيين، واللي بينجح في العياده الثانيه وهكذا. يوم او كم يوم يا فندم هنا عندك؟ احنا متوسط الايام عندنا من 4 لـ5 ايام. خمس ايام. تمام. وده برضو ليه سبب. نكمل. طب يا فندم نكمل وبعد كده الطلبه بعد ما بتخلص اللي بينجح من الموجات الصوتيه على القلب ومن قاع العين والاشعه بتاعه الفقرات بيبتدي يكمل رسم المخ. تمام. ويبتدي يعمل المقابله النفسيه وبيخش على الاختبارات القياسات النفسيه. تمام. والمعمل بتاع الجتات. بعد ما بيعدي كل ده بنبتدي نسحب المعامل بتاعتنا والتحاليل الطبيه بتاعتنا تحليل الدم مش كده؟ تحليل الدم. تمام. دي اخر مرحله يا فندم ولا لسه بعديها بنعمل رنين مغناطيسي على الفقرات؟ وفي حاجه كمان اضيفت ان احنا بقينا نعمل ابحاث اتزان للطلبه المتقدمين للالتحاق بالكليه الجويه. لان طبعا اتزان نفسي ده بيبقى نفسي ولا لا؟ ابحاث اتزان اذن داخليه. أذن. تمام. تمام. عشان اطمن ان الطالب اللي انا واخده ده طالب ما فيهوش مشاكل صحيه خالص ويقدر يكمل معايا كطالب مقاتل او طالب طيار. طب سيد اللواء محمد، اخيرا ازاي بقى بتصنف بقى الطلبه ده فايتر الف ب جوي؟ التصنيف بيتم بناء على الكشف الاكلينيكي والكشف الفحوصات الطبيه
كاملة. في الآخر خالص الطالب اللي ما عندوش أي مشاكل خالص ورسم السمع سليم وكل حاجة سليمة وكل الفحوصات سليمة، ده بيصنف طالب لايق ألف مقاتلات. الهليكوبتر ارتفاعاته مختلفة شوية عن المقاتلات، والمطلوب في الطيارة بيبقى أقل شوية. طيب الطالب اللي هو مش لايق معايا لا ألف ولا بي، ده بيتحول إلى طالب لايق جوي أرضي فقط، وده بيبقى شغله كله على الارض، ما بيطلعش في طياره خالص. استاذ محمد طمنا بقى على اولادنا السنه دي. لا ما شاء الله احنا يعني السنه دي معدلات النجاح بالنسبه لنا احسن كتير من السنين اللي فاتت، هو بس الطلبه ياخدوا بالهم من نفسهم شويه. ما انا لسه كنت اقول لك نصيحه يا فندم لاولادنا. اولادنا لان دي امنيه لكل شاب مصري ان هو عاوز يلتحق بالكليه الجويه. واحنا حريصين جدا على انهم نحقق لهم امنيتهم، احنا نفسنا كل الشباب دول يبقوا معانا ويدافعوا عن سماء البلد. انا بشكرك استاذ محمد.